قوة المكون السني وهيبته عادت إلى المحافظات الغربية بفضل فتوى السيد السيستاني والأخوة في الإطار التنسيق اللي هم وقفوا مع المكون السني وقواه، إذا سواء الحلبوسي أو أي شخصية أو أي منصب من للمكون السني. اليوم المكون السني لا يمكن يذهب إلى مرشح دون موافقة الإطار التنسيقي، إذا يريد يزعلون أو ما يزعلون. إحنا بالنسبة لنا كسنة إذا مو موافقة الأخوة في الإطار التنسيقي ما نريد أي مرشح يتسنى منصب رئاسة مجلس النواب، لأن المرشح اللي يجي دون موافقة الأخوة في الإطار التنسيقي هو مدعوم دوليا ومن دول معادية.